سلام الغزالات، كديرين؟ لاباس عليكم، اموركم هانيه؟ صحيحه لاباس عليها، الحمد لله والشكر لله. المهم الغزالات ديالي اليوم بغيت نتقاسم معكم واحد جوج وصفات لي انا تنديرهم دابا في داري دائما، واللي تنصوبهم من راسي وحده تنصوبها كيفاش ديال تعطير ديال الجو. كايا ريدوات الفراش اللي بغيتي، والثانيه ديال اعزكم الله ديال التواليت والحمام، لي بواني ديال البيبان، اي حاجه اللي تيشدوا فيها الدراري وكا بيديهم، خصوصا حنا دابا في هذه الوقيته راه يعني التعقيم خاصنا نكثروا منه، لان بحكم الدراري تيكونوا كدراري في الصغار في الدار، بنادم تيكون خارج تتجي تيحل الباب ولا حاجه، وهما راه كيما يشد في الباب يدير يدو في فمه ولا يهز حاجه يبغي ياكلها. هادشي علاش خاصنا وكنصوبو من راسنا. وهاد جوج وصفات اليوم غير نبدا معكم غير بهاد جوج، وكل فيديو نعود ندير معكم وحده بالاخص ديال التعقيم ديال اليدين، وهادو ديال كما قلت لكم الكوزينه وداكشي. ولكن قبل ما غادا نبارطاجي معكم هاد جوج وصفات، بعدا غادا ندير معكم واحد الروتين، وهو يا كيفاش اليوم صوبت صالوني، هويتو، عقمتو، سست ليه ديك الغبره ديال السيمانه، درت لي شويه ديال الريحه، المهم بدلت فيه شويه الجو، بالاخص حنا هنا في فرنسا عندنا دابا مع دخل الربيع يعني كاينه ديك الغبره ديال الشجار. ومن فوق هادشي كامل انا كاع الفيديوهات الدولي اللي غادي تشوفوا راك غادي تشوفوا عندي الحديد قدام باب الشراجم، فين ما نحل الشرجم غيبانوا لكم هكايا الحديد وداكشي، حتى يديروا لينا شي اشغال. يعني حنا ما تنقدروش نحلوا الشراجم السيمانه كلها، غير السبت والحد يعني هو اللي تنستغلوا فيه حنا الشراجم، باش هكايا يدخل البرد وتتخرج ديك الريحه ديال الطياب، ويدخل شويه الكولوندير. يعني ضروري خاصنا حنا بحال هكا في الويكاند ضروري نديرو شويه ديال الميناج ديال المسيح ديال النيتواياج. هادشي علاش انا تنبغي كاع هاد لي برودوي تقريبا تنبغي نصوبهم من راسي، تندخل تنقلب جوجل على كيفاش نصوبو معطرات، كيفاش نصوبو معقمات، كيفاش نديرو روايح نحطوهم تطلق بحال هكا في الكولوار الريحه، بزاف د الحوايج. يعني في هاد الوقيته دابا هاد لابليكاسيون ديال جوجل سهلات علينا بزاف د الحوايج، بلا ما يبقى بنادم خرا يشري، حتى حنايا نتعلمو شحال من حاجه اللي استفدنا منها راه مزيانه لينا. المهم دابا غادا نبدا معاكم الروتين ديال الصالون، كيفاش صوبتو، كيفاش تهوى وداكشي، ومن بعد نوريكم الطريقه كيفاش نصوبوا هذوك جوج وصفات. يلا انتم معايا. المهم هنا دخلتكم معايا لصالوني، بديت تنجمع فيه كما غادي تشوفوا، راه باقي ناقص ديالي فيه شحال من حاجه، ناقصاني فيه طابله. انا عندي صالون كبير فيه جوج صالونات، ناقصني فيه ريدوات، ناقصني فيه كوان حتى هو يا باقي ما كملتوش بشويه بشويه. المهم اي حاجه زدتها فيه ولا قديتها هانتوما يا نشاركها معاكم، وهانتوما غتشوفوا متبعين معايا الفيديو تيكمل. We'll be right back.
المهم هنا هذا هو معطر اللي درت لكم، راه فيه عشقه ديال بيكربونات الصودا ديال الماكله، وثلاثه المعالق ديال السوبلين ولا معطر ديال الحوايج. وهنا تندرت لكم غير كاس ديال الماء، ما هي راه ثلاثه الكيسان ديال الماء يكون طايبين، وتتحركوه مزيان اما كما تنوريكم دابا. ومن بعد تديروا في هاد القراعات اللي وريتكم، راهم غنيين عن التعريف، راه تبيعهم ايكيا غير باورو 80. واحد الحاجه اللي غنزيدها لكم، هاد جوج اللي وريتكم جوج وصفات صفيوهم على قبل الصودا تتحبس. وهنا المهم حركوا مزيان وخليوه، زعما راه ايفيكاس. وهذه الوصفه الثانيه فيها عشقه ديال الصودا ديال البيكربونات، فيها حامضه كلها، انا وريتكم حتى الحامضه باش كتفهموا. وخلطوا مزيان هذاك الحامض والبيكربونات، وهنايا داك الزيوت ديال الاساس، هنا تيبقى اختياري اللي بغيتو. انا كانت عندي هذه الزيت ديال المسك، درت فيها واحد بحال كعشقه صغيره ولا غير نقطه ولا اللي بغيتو، على حساب نتوما اش من زيت غادي ديرو. صافي وحركوا ثاني هنا مزيان، ومن بعد صفيوه باش هذاك داك الصودا تتبقى لتحت وتتصفى لكم غير الحامض والزيت. وديروا بهاد القرعات بحال هكا، بالاخص هذا تيبغي هاد القرعات اللي تيترشوا، وهذا هو اللي قلت لكم انا معقم. هذا حتى هو ديروه في تمسحوا به لي بواني البيبان الحيوط، اعزكم الله المرحه حتى تديروه فيه اي بلاصه الحمام، المهم هذا معقم. المهم هنايا كنت نوريكم كنت رقدت الدجاج وخليته عاد باش مشيت درت هذاك باش مشيت الصودا، درت قديت الصالون ديالي ودرت هذوك الوصفات اللي شاركت معاكم، كنت رقدت الدجاج. ولاني بغيت نوريكم كيفاش انا تندير التغميره ديال الدجاج. هنايا خديت الحامض قطعته، خديت لي غير هذاك الوسطاني ديالو. بالنسبه لي انا راه تقريبا الاكثر ديال الناس راه تيعرفوا كيفاش يدير، غير انا بغيت نشارك معكم الطريقه تاعتي. هنا كما تشوفوا الحامض هو حيد القشره، من بعد غادي نزيد عليه ربيع وندير العطريه. العطريه اللي انا درت غير سكين كبير وبزار والخرقوم عود، ما تنديرش انا الزعفران والملحه. واللي عنده هذا الزعفران شعره يديرو، اللي ما عندوش يدير غير كنور ديال الضامه ديال الزعفران شعره. انا درتهم بجوج، انا درت شويه ديال الزعفران شعره ودرت الضامه ديال الزعفران حتى هويا. ودير شويه الهريسه، ديروا شويه ديال السمن، انا ما درتش السمن، ما درتش الهريسه، ولادي ما تياكلوهمش ليا، ما درتهمش. صافي شويه الماء وتخلطوا هاد العناصر كاملين وترقدوا الدجاج مزيان، وغير شدوا الموس وتكوا مزيان هذا الدجاج باش هذيك العطريه كلها تدخل فيه. صافي وديروا واحد سميتو، ديروا واحد شويه ديال الحامض، انا تيعجبني تندير الحامض هكا على الدجاج، شي منها تيجمع ديك البصله ما تكون الجاريه ديال التغميره، ومنها تيدير حتى الدجاج شي يجمعو. المهم فوق الفيديو راه شارح راسو براسو، بلا ما نبقى انا نفسر لكم، راه الفيديو راه شارح. المهم هانتوما معايا، اي مرحله ندزت لها راه غدا نتقاسمها معاكم.
دهنت البلا ديال الفران بالزبده، ودهنت تندهن هنايا الدجاج، ودهنت لحت عليه شويه ديال الزبده، وزدت عليه شويه ديال لا موطارد. كنت بغيت ندير العريسه، الدراري عندي انا ما تيبغيوهاش ليا، وما بقاتش عندي، واللي بغى يديرها يديرها. يعني في هذا الشيء ديال بحال هكا، يعني تيبقى داك الشيء اختياري، ماشي انا الا ما درتش العريسه حتى نتوما ما غاديش ديروها. لا بالعكس، تتعجبني انا العريسه، تتحمر حتى الدجاج مع لا موطر، تطلق في ديك البنه زوينه ديال التحمار. وكنت قبل ما ندير ندهن الدجاج، كنت مسخنه الفران على 220، وها هو كما تشوفوا هنا كنت دخلته. ومن بعد جيت هنايا زدت واحد جوج بصلات على هذيك لاصوص اللي بقات لي الضغميره، ودرت الحامض. وهنايا كنت البطاطا سلقتها واحد نص سلقه، وزدت عليها واحد البصله، وواحد شويه ديال الربيع والثومه والبزار، وشويه ديال الزعتر. تاني هنايا تيبقاو دوك المنسيمات اختياريين، اللي بغى يديرها تيزيدها يزيدها، اللي بغى يخليها غير بالثومه والربيع يزيدها. ونقصي البوطه وخليه وتتشرب العطريه. هذا هو الطبق النهائي ديالي كما تتشوفون، نتمنى يعجبكم، وإلا عجبكم الفيديو حتى هو ما تنسوش تابوناو عندي، ولي لايك وشاي طيب، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.